خلينا اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي النهارده. هيبقى محمد الشناوي حراسة المرمى، وخط الظهر محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم قلبي دفاع. ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السولية واليو ديانج، ورباعي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، مجدي قفشه، وحسام حسن. قولوا مره ثانيه، محمد الشناوي حراسة المرمى، محمد هاني وعلي معلول ظهيرين ايمن وايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم، ثنائي خط الوسط الدفاعي عمرو السوليه واليو ديانج، ورباعي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، مجدي قفشه، وحسام حسن. بدلاء النهارده هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، حمدي فتحي، محمد شريف، ايمن اشرف، صلاح محسن، محمود وحيد، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، ولويس ميكسوني.